الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد،
فهل أنتم مسلمون؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، بالأمس أفاض وفد الله عز وجل من عرفات إلى المزدلفة، وقضوا ركن الحج الأكبر، ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا معهم، ونسأل الله عز وجل أن نكون في تلك النسبة المكرمة المشرفة التي قال الله لها: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أي لمن دعوتم له. فاللهم اكتبنا معهم، واغفر لنا ولهم مغفرة عامة شاملة برحمتك يا رب العالمين. حتى لا أطيل عليكم، أبدأ بنقاط محددة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في تلك الخطبة الجامعة المانعة، والعرب كانت تقول في الإيجاز إعجاز، وقالت العرب: خير الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، وظاهره في معناه في معنى لفظه. وكأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يلخص لنا مبادئ أخلاقية عظيمة كان لزاما علينا نحن أتباع سيدنا محمد أن نقبس منها شهابا في حياتنا. من كلامه صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الجامعة قال: إنما النساء عوان عندكم. وفي العربية عوان جمع عانية، أي أمانة. أمانة، فهل نقدر تلك الأمانة قدرها؟ وهل ينظر كل منا إلى أهله أنها أمانة بين يديه ما ينبغي عليه أن يتعامل معها بردات الفعل؟ لذلك جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل، لأنه يحتكم إلى محاكمة عقلية لا إلى تراكم عاطفي كما هي حال المرأة.
فكثير من الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن صدرت تصرفات غير منضبطة ضمن الاحتمال أقول وضمن الضابط الأخلاقي، قد يخرج عن جادة الحق والحقيقة ويسيء إلى أهله، مع العلم كان لزاماً عليه أن يكون بحراً لا تكدره الدلاء. فلو تصرف كل رجل مع زوجه التي تتكلم مثلاً بردات الفعل لما وجدنا رجلاً قد يعني بقيت زوجه تحت جناحه، لطلق كثير من الرجال أزواجهم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأمم المتحدة وقبل حقوق الإنسان وقبل حقوق المرأة وقبل يوم المرأة وقبل أي شيء، قال قبل أكثر من 14 قرنا من الزمن، قال إنهن عوان، أي أمانة، عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فمن أراد أن يتمثل نهج النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي عليه أن يتحدث عن شكليات فقط، وهي مطلوبة، يعني ليس الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاصرا على لحية أو على ثوب قصير، هذا من الدين، وإنما الأساس والأس الرئيس أن تكون صاحب خلق. فقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ هل هؤلاء الذين يصلون كثيرا؟ لا. هل هؤلاء الذين يصومون كثيرا؟ لا. قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من هم يا رسول الله؟ حلهم لنا، يعني صفهم لنا. قال هم الموطؤون أكنافا. وما معنى الموطئين أكنافا؟ قال صلى الله عليه وسلم هم الذين يألفون ويؤلفون، هم الذين يألفون ويؤلفون. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، مع أهل بيته، كان يمازحهم، كان يضاحكهم، كان ألين الناس. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، تقول كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ألين الناس، كان بساماً. بعض الرجال يدخل إلى بيته عبوساً قمطريراً، لماذا يا أخي؟ قال هذه من تمام الرجولة ومن تمام الهيبة حتى لا تسقط الهيبة. لا، تمام الهيبة وتمام الرجولة أن تتبسم وأن تضحك في الموضع الذي ينبغي أن تضحك فيه وأن تتبسم، وأن تحجم عن الابتسام والضحك في الموضع الذي ما ينبغي عليك أن تضحك فيه، كما قال الشاعر وضع الندى في موضع العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقالت العرب واضع الأمر في غير موضعه كمقلد وأنتم كرام الخنازير بالدر. وقالت العرب أيضا لا تلقي الدرر في درب الخنازير. وعرفوا الحكيم والذي يعرف متى يفتح فمه وكيف يخط قلمه وأين يضع قدمه. لذلك من لطيف ما قرأت عن أحد الناجحين في حياتهم يقول لك أهم شيء في حياة الإنسان هو القرار، هو الذي يعرف متى يتخذ القرار الصائب. فإذا أردت أن تتبسم، أن تغضب، أن تكون حليماً، ينبغي عليك أن تقدر الأمر قدره. لذلك فرق كبير أيها الإخوة الأكارم بين الرجل وبين الذكر. الرجولة قد تجد شاباً لم يتجاوز 25 من عمره قد أوتي حكمة الشيوخ، وقد تجد شيخاً تجاوز 60 أو 70 ما زال مهلهلاً، ما زال يشكو من طيش الشباب، كما جاء في بعض الآثار الشباب شعبة من الجنون. فعلينا في هذا الصباح المبارك وفي طيلة العام أن نتقي الله عز وجل في نسائنا، هذا أولاً. ثانياً، في مثل هذا الصباح نستذكر سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في الصلوات الإبراهيمية ماذا نقول أيها الإخوة الأكارم؟ نحن نقول بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلوات الإبراهيمية. لماذا نصلي على سيدنا إبراهيم في صلاتنا نحن المسلمين؟ من لطيف ما ذكره العلماء أن سيدنا إبراهيم دعا لنا
قال ربنا وابعث فيهم، في سورة البقرة قال تعالى ربنا، هذا دعاء سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم يعني العرب رسولا منهم، وأرسل الله عز وجل رسولا من العرب يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان دعاؤنا لسيدنا إبراهيم والصلاة، وكانت الصلاة على سيدنا إبراهيم في صلواتنا وفاء من سيدنا محمد ومن المسلمين لذلك الرجل العظيم الذي دعا لنا. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل في آخر سورة الحج، هو اجتباكم أي هو اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم خبروني بربكم. هل هذه الآية تحتاج إلى كبير تفسير؟ هل هذه الآية تحتاج إلى كبير شرح؟ قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم يأتي بعض المتنطعين وبعض المتشددين يريدون أن يشددوا على الناس وأن يضيقوا على الناس، فردهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون. يقول الإمام النووي: المتنطعون هم المجاوزون المغالون حدود الله. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل أجتزئ منه هذا الجزء الذي هو مرتبط بموضوعنا، قال: نهينا، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعمق في الدين. قال الله لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، ما لونها، كم عمرها، هم ضيقوا على أنفسهم. فعلامة مسجلة لشريعة سيدنا محمد وشريعة سيدنا إبراهيم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن رأيتم تضييقا على الناس فاعلموا أنه بعيد عن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعتدل في كل حال واجتنب هما وغما، لا تكن حلوا فتؤكل لا ولا مرا فترمى. دخل سيدنا محمد اللهم صل عليه المسجد ورأى حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: تتكئ به في قيام الليل، يعني تصلي قيام الليل، فإذا نعست تمسكت بهذا الحبل. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على أولئك الذين يشددون على الناس، قال صلى الله عليه وسلم: حلوه، يعني فكوا هذا الحبل، وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد. ما جعل الله عز وجل على الناس من حرج وضيق. فنحن في هذا الصباح المبارك نستذكر ملة سيدنا إبراهيم، نستذكر أيضا تلك الصورة الرائعة لسيدنا إبراهيم المسلم لأمر الله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وأيها الإخوة، هذا الكلام حقيقة لا يطيقه إلا الأنبياء، والله قال عن هذا الأمر: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أنا لا أريد أن أتحدث عن قصة الفداء في هذا الصباح، أريد أن أقف عند جزئية هامة فيها أوجهها إلى أبنائنا وشبابنا وبناتنا. أب يقول لولده: إني أرى في المنام أني أذبحك. يقول له: إني أذبحك. الولد يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر. الآن الأب أو الأم يقول لولده، تقول لابنتها: يا بنيتي، يا بني كذا، أمر يتعلق بمصلحة الولد. تجد بعض، أقول للبعض، الأولاد غير موفقين، يسيء الأدب ويرفع صوته أمام أبيه، بل لا يحترم أباه ويسيء بحجة تلك مدنية، تلك حضارة، حتى يكون صاحب شخصية قوية. سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق العظيم، وما أدراك ما عمر، يعني اسم سيدنا عمر كما قال سيدنا محمد يفر الشيطان منه، دخل أزقة المدينة وكان الأولاد يلعبون، أولاد يلعبون سيدنا عمر، فهرب الأولاد كلهم إلا طفلا واحدا. سيدنا عمر تعجب منه، قال له: لما لم تفعل كما فعل أترابك، يعني أصحابك أصدقائك؟
قال يا أمير المؤمنين، اسمعوا إلى هذا الأدب، يعني لا علاقة للشخصية القوية بالأدب، بعض الناس يفسر الأدب ضعفا. قال يا أمير المؤمنين لست مجرما فأخافك، والطريق يسعني ويسعك. فضمه وشمه سيدنا عمر وقال هكذا فكونوا. الأدب لا علاقة له بالخور، الأدب لا علاقة له بأن يكون الإنسان سفيها مع أبيه أو أمه. بعض الفتيات تسيء الأدب وتحترم صديقتها ويحترم صديقه، وأمام أبيه يكون قليل أدب. لذلك من علامات الساعة التي أخبر عنها سيدنا محمد قال يقصي الرجل أباه ويبر صديقه، وهذا نراه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الصباح نريد أن نكون مؤدبين، أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا حتى نحصل تلك المنزلة السامقة الباسقة. النقطة الأخيرة شهداء الوطن، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في عليين وأن يحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد. أيها الإخوة الأكارم، في مثل هذا الصباح، في صباح الفداء، نستذكر أولئك الذين بذلوا أرواحهم رخيصة من أجلنا، فينبغي علينا أن نشركهم في دعائنا، ينبغي علينا أن نتذكر ذويهم وأولادهم، أن نتذكر كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو خلفه في أهله، في رواية أو جهز غازيا أو خلفه في أهله خيرا، كان كمن جاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل هذا الصباح صباح خير ويمن وبركة. وقبل أن يعني أجلس، كثير من الناس يعتقد أن الفرحة تضمحل عند الأحزان، وهذا خطأ وخطل، لأن ديننا دين المنطقية، دين الفرح. كما لبى أشواق الروح لبى متطلبات الجسد، بل قال لا عزاء فوق ثلاث، قال لا عزاء فوق ثلاث، يعني إذا إلا لمسافر أو لامرأة على زوجها، غير هذين الصنفين لا يجوز على الإنسان أن يكون كئيبا، بل ينبغي عليه أن يعمر الأرض، وينبغي عليه أن يظهر الفرحة. ونحن في صباح العيد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر مع سيدنا أبي بكر على بيت سيدنا محمد، فرأى جارية تغني في العيد، فقال سيدنا أبو بكر مزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ فسيدنا محمد قال له دعهم يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فاللهم ألهمنا الرشد وجنبنا الزلل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالين الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال صلى الله عليه وسلم عن صباح يوم الأضحى: نبدأ يومنا بالصلاة ثم ننحر. فمن أراد أن يضحي بعد الصلاة، الوقت ممتد من بعد صلاة العيد إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أو بلغتنا باعتبارنا غير حجاج، اليوم الرابع من أيام عيد العصر، ينتهي وقت الأضحية. والأضحية توزع كما قال العلماء إما قسمين، قسم لك وقسم للفقراء، أو إلى ثلاثة أقسام: قسم لك ولأهلك، وقسم للأصدقاء، ولا علاقة للفقراء، يعني الأضحية ليست مرتبطة بالفقير أو الغني، وقسم للفقراء. فاللهم يا حي ويا قيوم، وفقنا في هذا الصباح وفي هذه الأيام المباركة على أداء هذه الشعيرة، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، واسألوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا،
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأمنا في أنفسنا، وأمنا في بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين، واسقنا من وإياهم من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أولادنا، وأصلح لنا بناتنا، وأصلح لنا ذرارينا. اللهم زدنا قوة على قوتنا، اللهم زدنا قوة على قوتنا، وعرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، فإنك ترى ما نزل بهم. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وكل عام وأنتم بألف خير.